اشاهد لقطه كريم بنزيما وكريستيانو رونالدو، وكريم بنزيما واقف على الكره في بدايه المباراه وبينظر لكريستيانو رونالدو، لم اكن اتخيل ان المباراه كلها هتدور حوالين كريم بنزيما وكريستيانو رونالدو ومبابي وبرناردو ومفترض روبن دياز وكمان برونو فرنانديز اللي ما شاركش اساسي. فين دول يا جماعه؟ فين المستقبل؟ فين كيليان مبابي؟ فين المستقبل والفيوتشر اللي جاي؟ الموضوع كله بقى عباره عن سكنات الماضي وكريم بنزيما وكريستيانو رونالدو. ما كنتش متوقع، بس بصراحه هم استحقوا ان هم يكونوا نجوم اللقاء عن جدارة واستحقاقه، وقصة كلها شريكي في التاريخ. المستقبل مش مضمون، انما الحاضر والماضي هم اللي مضمونين. ده عنوان مباراة النهاردة. لو انت كنت من الناس اللي مستنيه مباراة جميلة ما بين فرنسا والبرتغال، او تقول لي دي مباراة كبيرة وفيها عناصر كتير جدا تقول لك ان احنا هنتفرج على كورة، هقول لك ديدي شامبو واقف على الخط وهناك فرناندو سانتوس. ده معنى كده ان انت مش هتتفرج على كوره جميله حتى لو مسكت سلك النور، او بجد مش هتتفرج على كوره جميله خالص في مباراه فيها دي شامبو فيها فرناندو سانتوس. لانك لو بصيت كده بالمنطق على منتخب فرنسا، بص على اثنين باكات، جول كوندي كان بيلعب النهارده باك، على فكره جول كوندي ده اساسا لاعب تشيبليه بيلعب مساك مش بيلعب باك، والناحيه الثانيه لوكاس هرنانديز برده بيلعب مساك مش بيلعب باك، يعني منتخب فرنسا حرفيا بينزل يلعب باربعه تحت. بول بوجبا وانجولو كانتي وتوليسيو، المفترض ان توليسيو لاعب بايرن ميونخ لعيب نص ملعب، لا احنا هنحطه النهارده جناح وهينزل نص الملعب شويه علشان خاطر يكون موجود ثلاثه في نص الملعب وكريم بنزيما وامبابي موجودين. الناحيه الثانيه بقى ففرناندو سانتوس راجل محترم، 4-1 4-1 من ساعه ما بدانا البطوله، 4-1 4-1. النهارده افتكر حاجه مهمه، انا خسرت المباراه بتاع المانيا عشان كان عندي خط نص ضايع، فانا هعمل ايه؟ هحط النهارده ريناتو سانشيز اساسي. مين ريناتو سانشيز؟ هو الولد اللي كان طالع وحامل بطوله ممتازه جدا النسخه اللي فاتت في اليورو، والولد اللي كان بيتقال عليه ان هو ظاهره وهيعمل حاجه في كره القدم في مركز نص الملعب، قرر ان هو بقى يرجع البطوله دي. انت يا ابني بتحب تلعب اليورو وبتعرف تلعب اليورو ومستواك كويس النهارده في اليورو، احطك النهارده ضد كانتي وبوجبا. اهي المباراه يا ابني تفكر الناس مين ريناتو سانشيز اللي كان نجم البطوله اللي فاتت في منتخب البرتغال و دانييلو بيريرا تحتيه وجواو موتينيو وجوتا وبرناردو سيلفا، وقدامهم كريستيانو رونالدو، وتحتيهم طبعا سيميدو وبيبي وروبن دياز ورافائيل جاريرو، وطبعا روبا تريسيو حارس مرمى. المشكله كلها في المنظومه الدفاعيه بتاع منتخب البرتغال. ما ينفعش تعمل منظومه دفاعيه محترمه يكون فيها نيلسون سيميدو، ده لوحده قادر ان هو يبوظ لك اي منظومه تكتيكيه دفاعيه محترمه، لان سيميدو لوحده ممكن يغرقك ويخليك تعمل مصايب دفاعيه انت كنت في غنى عنها، وده فعلا اللي حصل. بعد لقطه ضربه الجزاء اللي بتحصل على منتخب البرتغال في عز الماتش ما كان مقفول تماما مفيش فرص خالص، حارس المرمى المنتخب الفرنسي هوغو لوريس بيطلع يخبط في لعيب منتخب البرتغال دانييلو بيريرا علشان خاطر تحسب ضربه جزاء كريستيانو رونالدو انا لها، برونو فرنانديز قعد بره بعيد عليهم هما الاثنين على فرناندو سانتوس وكريستيانو رونالدو. ضربات الجزاء دي راس مالي في الحياه، بيخش كريستيانو رونالدو بيسجل 1-0 علشان خاطر منتخب البرتغال يرجع بقى نعمل زون، فمبابي بيقدر ان هو يلبس ضربه جزاء لسيميدو. متفقين ان احنا ان سيميدو ما ينفعش تحطه في منظومه دفاع محترم. سيميدو بيعمل ضربه جزاء، بيخش كريم بنزيما رونالدو، على فكره برضه عارف اجيب ضربات جزاء، ما كنتش واخد فرصتي طول ما انت كنت موجود، والراجل بيسجلها والشوط الاول بينتهي 1-1. وطبعا اللقطه الجميله ما بين الشوطين بتاع كريستيانو وبنزيما تاني علشان خاطر يفكرونا ان احنا موجودين في بدايه الشوط وهو موجودين في اخر الشوط. نتفرج بقى على الشوط الثاني من التغييرات. التغييرات الراجل ديدي شامب قال لك انا عندي مشكله، انا الباكات بتوعي دفاعيين شويه، طب ما احاول ان احنا نعمل تغييره كده يبان عليها ان هي هجوميه بس برضه في نفس الوقت ما تبقاش هجوميه قوي. طب انا هطلع لوكاس هرنانديز وهنزل مكانه لوكاس دين. لوكاس دين نزل لعب 10 دقايق راح مغيره علشان خاطر لوكاس دين اتصاب ونزل مكانه رابيو، بس في ال 10 دقايق دول كريم بنزيما قدر ان هو يغفل روبن دياز. كريم بنزيما قدر ان هو يستغل تقدم روبن دياز ويلعب وراه برضه هو، سبحان الله يا اخي. يعني رافائيل جاريرو راح الناحيه دي من ناحيه رافائيل جاريرو، لا ما مش كل نصيب بقى موجود فيها سيميدو، حرام. مع انك لو رجعت طلعت الهدف ممكن تلاقي ان سيميدو مشارك عادي، لان سيميدو طول ما في مشكله دفاعيه اكيد هيكون فيها سيميدو. كريم بنزيما بيقدر ان هو يسجل الهدف الثاني، وبعد تسجيل كريم بنزيما الهدف الثاني منتخب فرنسا خلاص بقى احنا هنرجع ندافع، يعني ده طبيعي ومنطقي علشان خاطر جول كوندي الكره تخبط في ايده وتحسب ضربه جزاء وكريستيانو رونالدو يخش ويسجل الهدف الثاني، علشان خاطر برونو فرنانديز يقول له ايه يا عمي الحاج نو غيرني يا عم فرناندو في ضربات جزاء كتير اهو. بص خليك جو موتينيو ودانييلو قبل ما يطلع واللعيب اللي نزل مكان دانييلو مش فاكر اسمه معلش، وجو موتينيو وما كان معاه برناتو عملوا نص ملعب محترم جدا، فكناش محتاجينك يا عم برونو، هننزلك تنايل ايه؟ الولاد بسم الله ما شاء الله سادين وعاطين قدام بوجبا وقدام كانتي. بوجبا اللي صوب
آه بوجبا ما كانش مختفي، بوجبا عمل تصويبه النهارده عالميه اتصدى ليها روي باتريسيو علشان خاطر الكوره تخبط في القائم بعد صد روي باتريسيو، علشان نلاقي نفسنا كده بنروح شويه تغييرات. التغييرات دي فيما معناها يعني ان احنا قال يا جماعه برناردو مش شايف قدامه يلا غيره ونزل مكانه برونو، عمال يا ابني تنزل عشان ضربات الجزاء نزلت نحست ام الفرقه، لا احنا عارفين نهاجم وقررنا ان احنا ندافع، واحنا المنتخب الفرنسي مرضيين بالنتيجه حتى لو فكر ينزل كينجز لكومان خلاص. والنبي لو اتمططوا عملوا ايه؟ هو كده كده توليسيو ما كانش ظاهر جوه الملعب، لان انت عارف توليسيو بيلعب ايه، جناح ولا بيخش في نص الملعب ولا ايه الادوار اللي كان بيعملها توليسيو جوه الملعب، لان مفترض ان هو كان يضم نص الملعب، ومفترض ان بوجبا كان يغير معاه، وبوجبا اللي غير معاه واللي هو كان بيخش في نص الملعب، فتوليسيو كان بيلعب جناح وش اللي هو عادي. يابا انا قلت لك من الاول ديشامب وفرناندو سانتوس اوعى تستنى منهم مباراه هجوميه اعلاميه علشان خاطر المباراه تخلص 2-2 وندي الصداره للمنتخب الفرنسي، وكمان المنتخب البرتغالي هيستنى لان المانيا مع المجر الماتش كان احلى من ماتش البرتغال وفرنسا. المانيا والمجر اللي المجر حرفيا سجلت هدف اول، بعد كده المنتخب الالماني جرى النتيجه وسجل في الدقيقه 86 عن طريق كاي فيرتس، الكره اتحطت سنترنا المجر راح جاب الجول ورجعت قدام ال 18 هندافع تاني لحد ما كورتيسكا بينزل وبيستغل تعثر دفاع لعيبه المنتخب المجري وبيقدر يسجل الهدف الثاني في الدقيقه 83. وبعدها المنتخب الالماني قال لك بس مش عايزين احنا جون ثاني نركب بيه مجموعه، هو تعادل يبقى زي الفل. ولو اتفرجت على اللعيبه بتاع منتخب المانيا من الدقيقه 90 للدقيقه 94 هم قاعدين ينفذوا في كورنر، توماس مولر يباص كروس اسف بباص مولر، مولر بيشوط في اللعيبه بتاع المجرى عشان خاطر الكره تطلع بره، نحطها تاني مولر برده بيشوط في اللعيبه بتاع المجرى عشان تطلع بره. انا مرضي يابا بالتعادل، انتوا مرضيين هم مرضيين احنا تمام صاعدين. اما المنتخب البرتغالي فوق ما عارف ان هو صاعد ثالث منو سانتوس قاعد يرقص اللي هو انا ما خدتش البطوله في حياتي غير لما طلعت ثالث، انا مش بتاع اول او ثاني، انا ياخدوني احسن توالد وما عنديش اي مشكله. بس بيقول لك يا عيني من ساعه ما الراجل ما عرف ان هو يلعب منتخب بلجيكا وهو قاعد مش على بعضه مش فاهم التيتا بالنسبه له عامله ازاي، اللي هو انا المره اللي فاتت لما خدت ثالث جات لي منتخبات سهله، المره دي بلجيكا انتوا عايزين نطلع بجد ولا ايه الدنيا؟ بس صديقي مباراه بلجيكا والبرتغال لسه لها دنيا ثانيه ومشوار ثاني، تكون انت عملت لايك عملت سبسكرايب للفيديو، ولو ما عجبكش الفيديو فبراحتك يا صديقي اعمل دسلايك وانزل اعمل كومنت سلبي لو عايز.